مروان. الجهة أو الشركة اسمها إيه هنا؟ الإبداع. شركة الإبداع. يبقى ده كده العنصر اللي بعده. ممتاز جدا. طيب إحنا قلنا بعدين وصف المنتج، فين الجملة اللي بتصف المنتج؟ أين الجملة اللي بتصف المنتج؟ ها يا مريم. الجملة اللي بتصل ده هو بيساعد الجهاز الطفل يساعده في كل ما يريده من مذاكرة رابع أيضا. ممتازة. يعني هو يجالس الطفل ويساعده فيما يريد من مذاكرة ولعب. ممتاز كده وصف المنتج. شطور. طيب ايه تاني؟ لو انا عايزة حقيقة علمية، ها الحقيقة العلمية هنا ايه؟ مريم. يلا يا مريم. الحقيقة العلمية إن صديق ذكي إن هو صديق ذكي. ها مين يقول لي ايه اللي هنا الحقيقة العلمية اللي موجودة؟ أولا لن تحتاج إلى أحد يسلي ابنك. ده انت تحتاج الى احد يسلي ابنك. ماشي، ممكن نعتبرها دي. طيب لو انا قلت الفئة المستهدفة، يعني الإعلان ده بيستهدف مين؟ بيستهدف الرجال ولا السيدات ولا الأطفال؟ الأطفال ركزوا، هو الأطفال هما اللي هيروحوا يشتروا؟ لا بالرجال. بتقولي إيه يا هشام؟ معلش صوتك بعيد. السيدات؟ قلتي السيدات؟ اه ولا لا؟ اصل انا مش سامعاكي واضح. نعم. هي طيب ها مين الفئة المستهدفة؟ رجال لا رجال مش الرجال، لا مش الرجال ولا الاطفال، سيدات. السيدات. السيدات دي يا حبايبي. ليه بس سيبوه بدك حاجة؟ نعم. أصل كل ما حاجة بيحتاج حاجة بابا اللي يروح يجيبها بتاعت ماما. اه بس مين اكتر حد بيقعد مع الاولاد، بابا ولا ماما؟ السيدات اه طب لما ماما تجيب جهاز هو اللي يقعد مع الاولاد، يبقى مين اللي هيستريح، بابا ولا ماما؟ ماما اكيد يبقى الفئة المستهدفة، او هو الاعلان بيخاطب مين؟ بيخاطب السيدات. طب اهمية المنتج ليه اهمية؟ ها آدم ومروان شاركوا. المنتج ليه أهمية؟ كبير. إيه هي بقى يا شطور؟ ليه مثل حمية كبيرة؟ أيوة، إيه هي الأهمية الكبيرة؟ أنا عايزة أعرف إيه هي الأهمية الكبيرة؟ الاهتمام بالأطفال والرمى ترتاح من العيال شوية. أيوة، القيام بأعمال المنزل اللي هم هيهتموا فعلا بالأطفال وهيسلي الطفل وهيعمل كمان حاجات، يعني الأعمال المنزلية. طب كويس أوي. طب ما السبب أو الموجود ده الدافع. مش موجود. نعم ماشي، الموجود ده مسكن موجود، كل أمهات العالم اشتريته.
اه فعلا كويس ان هو مش موجود والله. يس يبقى ربنا. كده يا شطار، اهم حاجة لما اجي اكتب اعلان لازم ابقى فاكرة كويس عناصر الاعلان. يلا يا مروان اقرأ لنا الاعلان ده، يلا عشان انتوا هتعملوا اعلان، يلا يا شطار. تعلن شركة لا النهضة من اول عنوانه السيارة الطائرة. سيارة طائرة، تعلن شركة النهضة عن إنتاج سيارة طائرة عن لعبت من الزحام والوقوف في الإشارات. سيارة طائرة هي الحل. هل السيارة تعبت من الزحام والوقوف في الإشارات؟ سيارة طائرة هي حل. سيارة بها جهاز يفتح على أجنحة تساعد على الطيران مسافة صغيرة. مسافة صغيرة. فقط سارع بالحدس والعدد محدود. هسألك بقى سؤال هنا بقى يا مروان وركز كويس، مين هنا الفئة المستهدفة؟ هل الرجال ولا السيدات ولا الأطفال؟ الرجال طبعا يا ماشي باشا. برافو عليك. ماشي انا عرفت الرجال طبعا. ماشي. هو آدم. انت عمرك ما شفتي في بنات تركب سيارات؟ لا في طبعا بس الأغلبية مين اللي بيركب السيارات؟ الرجال طبعا يا باشا. نفتح الكاميرا يا دودو. وآدم ما تتكلمش بدون إذن أو في دور حد. أهمية المنتج إيه يا شطار؟ أهمية المنتج إيه؟ اللي عارف بيرفع إيديه. نعم يا دودو يلا برافو عليك. افتح الصوت. أهمية المنتج اللي هو ممكن يسوق لوحده، واللي واقف في العربية ممكن ما يسوقش. بس ده بيقول لك لو كان في ازدحام هيعمل ايه؟ العربية هتتقلب ايه؟ رأسا على عقب. رأسا على عقب. يعني بص يا مس، أصلا العربية أصلا دي يا مس لو كانت موجودة في الحقيقة كان زمان مس الشوارع مسخومة، الناس ممكن أي اتنين يركبوها وهم ماشيين يا واحدة آدم بيقول لك واحدة. سيارة بها جهاز يفتح على شكل أجنحة تساعد على الطيران. يعني العربية دي فيها جهاز في أجنحة لو ممكن لقيت. تسافر. لا انت سامعني يا دودو؟ أنا مش يعني سامع. طب مين يقول لي أهمية الطيران؟ أهمية أهمية الطيران المنتج قصدي. ها يا مريم. مروان. ماشي يا مس، أهمية المنتج إن هو لو في زحمة كده وإن أنت لسه تقف على الإشارة وتخلص وأنت تبقى مستعجل، فدي فيها أجنحة إن أنت تساعدك إن أنت تطير بيها مسافة صغيرة. برافو عليك. طيب ما السبب او الدافع الذي ماشي اسألي سيجعل بقى، الرجال. ماشي اسألي مروان عشان كان رافع ايديه. حاضر يا روح قلبي والله هسأله ما تقلقش. ما السبب او الدافع الذي سيجعل الرجال يقبلون على شراء هذا المنتج يا مروان انت وشام؟ ها ايه هو السبب؟ ايه السبب اللي يخلي الرجال يشتروا المنتج ده؟ عشان يروحوا بيه الشغل بس. بس ها يا شام. لها أجنحة. ايوه علشان هنا هترحمهم من الازدحام، هيبقى سريع، هيبقى فيه أجنحة تساعدهم على الوصول للشغل بسرعة. شاطرين. طيب
في بقى حاجة عايزة منكم لو سمحت، كل واحد هيختار دلوقتي منتج هيكتب عليه إعلان. ماشي. انا اول واحد بس هتكتب عن إيه؟ ايه، انا اكتب عن كل واحد هيقولي عن الإعلان اللي هيكتب عنه بسرعة. انت انسان آلي. انا انت انسان آلي. طب ثواني، مريم إنسان آلي. ها انا مين؟ بس انا جزك التلرانية بس. مروان. مروان أجهزة إلكترونية. تمام. هشام. آدم بسرعة. اكتب يا مس عن روبوتات وتكنولوجيا. ماشي هشام، بتكتبي عن ايه؟ بسرعة بسرعة. حرارة شمسية. الايه؟ الطاقة الشمسية. نظارة شمسية. نظارة شمسية. ماشي. ماشي. طيب كل واحد اهو دلوقتي عارف هو هيكتب ايه. انا عايزة اعلان هتكتبوا عنه وتصوروا نفسكم فيديو وانتوا بتقولوا الاعلان ده ويتبعت لي النهاردة. ماشي يا مس، انا انسان قال هكتبهولك وهبعتهولك. مس هنكتب العنوان واسم المنتج وكده. بنفس الـ العناصر، هبعت لكم العناصر علشان ما حدش يتلخبط او ينسى اي عنصر منها. مس مس نعم ماشي يا مس، انا هعمل له كله يا مس. انا مش احنا عارف هنكتب قصة دلوقتي. نكتشف. مس مس احنا مس نعم. بس انا عايز اقول حاجة، نكتشف و مش هرد على اي حد اتكلم بدون اذن. بس نعم يا ادم. ماس. طب ثانية نعم يا ماس، طب أنا دلوقتي الماس بتاعتي اكتشف، قالت لنا نألف قصة ونكتبها طب ايه ونبعتها، المشكلة؟ ودلوقتي يا ماس انت عايزانا نعمل عنوان فيها ايه طيب؟ لا ده اعلان مش عنوان، ده اعلان وحاجة. اعلان. اعلان قصدي. لا ما تقلقش، هو السهل انت هتكتب بنفس العناصر اللي انا هبعتها لك دلوقتي على جروب الواجبات. وبعد ما تكتبه هتصور وانت في الاعلان بتاعك، وعايز كل الجمهور او كل المستهدفين اللي انت اللي هيشتروا الاعلان ده يبقوا يقتنعوا ويشتروا المنتج. يلا يا شطار بقى تعالوا نتكلم. عارفة يا مس اللعبة بتسلى في حصة العربي ايه؟ مس المايك. مس انا مش هعرف ارسم لو انا رسم، قصدي لو انا كتبت. حلو جدا، كنتوا سامعيني؟ لا طب لا كان في تواصل ما بيننا؟ لا لا ليه؟ ده انا كتبت مس مس كلمني بقى يا مس. عارفة يا مس أنا بصلح يا حصة آدم العربي. بتستنى حصة العربي وانا بستناك في حصة العربي. بس اسمعني مس بس انا اسأل حاجة، بصلح بس حصة انا من ساعة اسأل العربي ايه دي. فرحان. أقول لك ليه؟ عشان احنا بنفضل نحل وبنتسأل وبنجاوب كل حاجة يعني. اشكرك يا دودو والله حبايب قلبي. ما كانش في تواصل وانا قافله المايك ولا كان في تواصل؟ كان في تواصل رغم ان انتوا ما كنتوش سامعيني، بس كنتوا فاهمين انا عايزه ايه. كنت عايزه اجابه السؤال ده، انتوا سامعيني فقلتوا لي لا، يبقى ده كده اسمه تواصل. طب عايزاكم تنتبهوا بقى دلوقتي لو سمحتوا، مثل لو محدش انا يفتح رسمت الصوت. اعلان وانا عادي تمام. حبيبة قلبي مريم ثواني، موضوع الإعلان ده هنتكلم فيه في آخر الحصة.
طب هشام كانت فاهماني، طب انا كنت بقول ايه؟ احنا كنا على الاسم ولا لا؟ ايوه يعني تواصلت معاكم بشكل كويس ولا لا؟ كان مفهوم للكل ولا ما كانش مفهوم للكل؟ مفهوم. للكل؟ انا عايزه الكل يقولي كان مفهوم للكل؟ كم مفهوم يا مثلية؟ ها مروان كم مفهوم؟ آدم، آدم معايا؟ تمام. لما أسأل كده سؤال مهم، كيف يمكن أن أتواصل؟ إزاي أتواصل معاكم؟ إيه هي أنواع التواصل اللي أنا ممكن أتواصل بيها؟ محدش يفتح الصوت بدون بالهاتف، إذن. هيا هيا شام، لغة الإشارة. ماشي حلو قوي، نوع من أنواع التواصل لغة الإشارة. هيا مريم، الهاتف الهاتف. والهاتف ده أنا بستخدمه إزاي يعني عشان أتواصل؟ الناس أيوه يعني بستخدم إيه عشان أتواصل بيه يعني؟ استخدم ايه؟ بستخدمه عشان اكلم بيه ناس. لغة الإشارة أنا بستخدم إيه؟ أطرافي مثلا عشان أشاور بيها، إيدي. لكن في الهاتف بستخدم بيها هستخدم هاتف إيه؟ بقي آه، وإيه؟ دين برافو عليك. طب تواصل الهاتف ماشي، السمع والكلام. مروان، الكمبيوتر، بس الايه؟ الكمبيوتر الكمبيوتر. تمام. ها ايه تاني ممكن اتواصل؟ ميس. انا بقى ميس، انا ها الرسم او الكتابة على الورق او يمس قراءة الشفايف. او قراءة الشفايف. برافو عليكم. التواصل ممكن يكون كتابة او رسم او غناء او تمثيل او اشارة او اي حاجة، ده اسمه التواصل الجيد. طيب هنا الصورة لو بصينا دي، الصورة بتعبر عن ايه؟ ان كل فرد في الاسرة له دور وبيكمل الاخر. يعني مثلا ما ينفعش مثلا الأم تقوم بأعمال الأب والأب يقوم بأعمال الأم، لا كل واحد بيكمل الثاني. يعني هنا في تكامل، كل واحد بيساعد عشان يكونوا أسرة متكاملة. ده اسمه التكامل في العلاقات. قصة النهاردة يا شطار اسمها أنا وأنت. اقرأ يا مروان. هي في الكتاب يا باشا، ثانية. أنا وأنت في العيد ينتظر أطفال العائلة هدايا الجد فهداياه دائما ما تكون مميزة. ومن الغريب أن كل طفل بالعائلة يحصل على هدية مختلفة عن غيره. وجاءت ليلة العيد وأنا متحمس ولا أستطيع النوم، فبالي مشغول بالتفكير في هديتي، هديتي وفي حفله وفي في حفلة حفل العيد. العيد التي تعدها لنا أمي مع العائلة. ممتاز، أكملي يا شام بصوت عالي. دخلت أمي الغرفة فوجدت في مشغول المشغول البال، ولم أنم بعد. سألتني فيما تفكر يا عمر؟
متسائلا متسائلا. يا أمي أن جدي سيحضر لي ولابن عمي الهدايا نفسها، الهدية، هدية الهدية نفسها. نفسها. نحن في العمر نفسه وفي الصف نفسه. ابتسمت وقالت الآن فهمت، فأنت مشغول بالهدايا واحتفال يوم العيد. لا أدري يا بني، يا سنرى بني، يا بني سنرى غدا، هيا نم